ما هو المنتخب الأكثر خسارة للمباريات في تاريخ كأس الأمم إفريقيا لكرة القدم حتى عام 2024؟ كونغو ديمقراطية. هشام عندك إجابة؟ عندي إجابة تانية بس مش عندك إجابة تانية. يبقى يا عمار 9/10 نقاط، إجابة صحيحة. أنت كسبت العشر نقاط دول من موسوعة الرياضة. 32 هزيمة خلال 20 مشاركة. فازوا باللقب كم مرة؟ مرتين. تمام. 40